لوحات موسيقية تختزل جميع الخطوط الوهمية التي تفصل أبناء الشعب الواحد. أعضاء فرقة أمواج من الخليل وبيت لحم وفرقة زرياب النصروية قدموا عرضا موسيقيا وطنيا مشتركا يعزز التواصل الفلسطيني ويكسر القيود والحواجز الوهمية. تعزيزا للتواصل الفلسطيني وبهدف توطيد الرباط ما بين شقي البرتقالة، أقيم في مدينة الناصرة عرض مشترك لجوقة أمواج التي حضرت من مدينتي بيت لحم والخليل وفرقة زرياب النصراوية، لوحة دمجت الفن الشرقي الأصيل بالآلات الغربية الحديثة. أبناء الشعب واحد في الطرفين، طرفين البرتقالة كيف بيحكوها، إنه يتعرفوا على بعض، يشوفوا بعض، مش نضلنا ماخدين كل الأفكار المختلفة عن بعض. إنه حابب يضل تواصل، الموسيقيين يجوا عنا ويشوفوا البلد عنا كمان زي ما إحنا جينا وشفنا البلد عندكم. صاحب العرض زيارة سياحية تثقيفية أطلعت أعضاء الفرقة الذين حضروا من الخليل وبيت لحم على الداخل عن كثب، ليشكلوا بصحبة الفرقة النصراوية لوحة تخطط حدود الفن بكسرها القيود التي يفرضها الاحتلال. أكيد دائما التواصل جميل، دائما المشاركة بالعمل الفني شغلة جميلة جدا، يعني بالأخص من مدرستين مختلفات، يعني فكان من أروع ما يكون، كان إلي الشرف رفقهم. طبعا إحنا شعب واحد، الحواجز مش راح تمنعنا نلقي نشتغل مع بعض، مش راح تمنعنا نتغذى من بعض كمان ثقافيا وفنيا، فكانت هذه المهمة الأساسية. عرض وطني عزز التواصل الفني والثقافي بين أبناء الشعب الواحد والوطن الواحد، مثبتا للعالم أن التواصل لا يكون سياسيا فقط وإنما ثقافيا وفنيا، مختزلا كل الحدود الوهمية التي تفصل أبناء الشعب الواحد.